مبرئا ساحة قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني من أي تضييق أو تعد على الحريات. قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك إن دور الحكومة يتمثل في تطبيق القوانين، مضيفا إن قانون الإعلام الإلكتروني هدفه تنظيم الوسائل الإعلامية الإخبارية في الفضاء الإلكتروني أسوة بالقوانين الأخرى التي تنظم عمل بقية المؤسسات الإعلامية. وشدد وزير الإعلام على أن القوانين وضعت للتنظيم والتطوير وحماية الناس وليس للتضييق على حرياتها. قانون الإعلام الإلكتروني كان هدفه تنظيم الوسائل الإعلامية الإخبارية في الفضاء الجديد أو في فضاء الرقمي. يعني غير معقول أن من أجل إنشاء قناة تلفزيونية أو من أجل إنشاء قناة إذاعية أو من أجل إصدار جريدة يومية أو أسبوعية أن يكون في متطلبات معينة، ومن أجل نشر ذات المواضيع في الفضاء الإلكتروني الموضوع مفتوح ولا يوجد له أي تنظيم. قانون الإعلام الإلكتروني نظم عمل المؤسسات، عمل المؤسسات الإعلامية الشخصية أو العامة في نشر الأخبار. هذا قانون ممتاز. في قانون الجرائم الإلكترونية، نعم، في قانون الجزاء، نعم، في قوانين أخرى، نعم، هذه اللي تمسنا كأشخاص مو كمؤسسات إعلامية، وهذه اللي الكثير يعتقد بأنها تعدي على الحريات الشخصية.